أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام عبر قناتنا عبد واجدي يوتيوب لأحوال الطقس. نرحب بكل متابعينا في كل الدول العربية والمناطق شمال القارة الإفريقية ومنها الجزائر. إذن متابعينا الكرام، آخر التحديثات للنماذج العالمية لأحوال الطقس هي مبشرة سلسلة من الاضطرابات الجوية التي تبدو أنها قوية بداية من شهر مارس 2020 إلى غاية نهاية هذا الشهر. إذن ترقبوا متابعينا الكرام لجديد التحديثات متابعينا الكرام عبر قنواتنا، وفي آخر هذا الفيديو إن شاء الله سنتعرف عن جديد التحديثات. فقط كونوا معنا وتابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.